السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا النهاردة هعمل لكم هنعمل ايه النهاردة؟ هنرجع تاني اجواء رمضانية، وهنعمل الكنافة، نعيش شوية من ايام رمضان. هنعمل الكنافة النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة جدا، ومكونات سهلة قوي. يعني كنافة، انا جايبة نص كيلو كنافة، وهعملها لكم صينية كنافة جميلة جدا. بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا له لايك وتقولوا له ايه رأيكم في الكنافة بتاعتي. انا دلوقتي جايبة نص كيلو كنافة، انا كنت جايباها شعر، مانيش جايباها مقطعة مفرومة. انا بقى سبتها في الفريزر شوية، وبعدين طلعتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. انا بقوم ماسكاها كده اهوت وهي متلجة، وتقوم عاملة كده في ساعتها معايا كده احسن. وكوباية سكر كبيرة، كوباية سكر كبيرة هرشها على الكنافة كده واقلبها كده، واقوم جايبه السمنه. السمنه ديت انت لو ما انتش عارفه المقدار، مثلا تحطي كوبايه كبيره او كوبايه ونص. بس انا ايه، انا هنا هفضل احط عليها سمنه لحد ما احس ان الكنافه شربت السمنه خالص وبقت طريه وحلوه وما عادش عايزه. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله كده. هي الكنافه بتحتاج سمنه كتير، وافضل ادعك فيها كده اهو لحد ما السمنه تختفي خالص خالص، وتبقى مش محتاجه نحط لها تاني. شايفين لازم تدعكوا جامد قوي علشان السكر والسمنه يدخلوا ايه جوه الكنافه. شايفين؟ والله شم ريحة ايام رمضان الكنافة دي، الكنافة والقطايف. شايفينها؟ لازم افضل ادعك فيها كده جامد لحد ما ما السمنة تتشرب خالص. شايفينها؟ احط كمان حبة لو انت عايزه تبقى المقادير، يبقى كوبايه سمنه كبيره او كوبايه ونص على حسب الكنافه ما بتعوز. شايفينها بقت طريه وجميله ازاي اهي. انا بقى هجيب ايه دلوقتي؟ هجيب الصاج. انا جبت الصاج اهوت، انا مش هعمله في صينيه، انا هعمله في صاج مربع. طبعا لازم ندهن الصاج بالسمنه كده. انتوا هتقولوا لي انت لابسه جوانتي، يعني انا لابسه جوانتي عشان يسهل عليا ان انا وانا بعد بدعك الكنافه وانا بدهن السمنه زي ما انتوا شايفين كده، يسهل عليا. والوقت انا هفرش، هقسم طبعا الكنافه حبه بتبقى تحت في الارضيه، وحبه طبعا فوق على الوش فوق المهلبيه. دلوقتي انا هجيب بقى الكنافه وافردها كويس قوي كده في الصاجه. لازم املي بقى كل الفراغات دي كلها كده.
طبعا بقى يعني بعد ما املي الفراغات ديت بايدي بقى وافضل ايه ابططها كده ابططها، وطبعا لازم تاخد تبطيطه يعني جامده قوي عشان ايه تمسك في بعضها. هي ديت الارضيه اللي بتبقى ايه في الكنافه، فلازم نكبسها جامد قوي كده علشان ايه تبقى متماسكه. شايفينها؟ انا بقى هبططها قوي كده جامد واخليها ايه تبقى لازقه في بعضها، وهدخلها في الفرن لحد ما تتحمر، وبعدين هرجع لكم تاني واقول لكم انا هعمل ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما خرجت الكنافه من الفرن، هي متحمره بس هي مش باينه، هي متحمره من تحت. انا عايزه التحميره تبقى من تحت مش من الوش، عشان هحط المهلبيه قدامكم. انا وهي في الفرن انا عملت المهلبيه، عملت كيلو لبن على 5 معالق نشا، طبعا على شويه سكر حلتها بالسكر، على يعني ربع معلقه فانيليا او حتى اقل عشان تبقى يعطيها ريحه حلوه. وهي زي ما انتم شايفين هي ماهيش جامده قوي ومش سايحه قوي، يعني في الوسط كده. واقوم فردق المهلبيه على الكنافه كلها كده، شايفينها؟ افردها كده طبعا هي المهلبيه سخنه بقى، هي بتفرد نفسها اهي، شايفينها؟ افردها على كل الساق خالص خالص كده، واغطي بيها الكنافه زي ما انتوا شايفين كده. اهيت لحد ما خلصت خالص الكنافه المهلبيه، اتفردت ازاي معايا بكل سهوله اهيت. وهجيب انا زي ما قلت لكم ان انا اسمك كنافه نصين، علشان طبعا الارضيه كنافه وطبعا الوش كنافه وفي الوسط مهلبيه كده. وبايدي بقى وارش على كل المهلبيه الكنافه كده، وبعد ما افردها خالص انا هغطي المهلبيه كلها بالكنافه. وبعد ما اغطيها هعمل ايه؟ هولع الشوايه بتاعه البوتاجاز بتاعه الفرن، واقوم حاطه ايه الصينيه الصاجه ديت. هو انا في الاول ساعه ما حطيت الكنافه في الارضيه انا فتحت عليها الفرن اللي تحت ماشي، بس الوقت انا لما اجي افتح بقى الفرن هفتح الشواية. ليه؟ عشان اللي على الوش ده بس هو اللي يتحمر. هفضل ماشي عليها كده واغطيها كلها، ومش هعملها بقى بايدي كده، لا مش هعملها خلاص بايدي. انا شايفين انا هغطي بقى كل المهلبية ديت واقوم مدخلها الفرن، وهرجع لكم تاني بعد ما تستوى وتتحمر وبتبقى جميلة ان شاء الله. ورجعت لكم بعد ما طلعت الكنافة من الفرن، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها متحمرة وجميلة ازاي. انا بقى كنت محضرة، جبت بقى الشربات، هسقيها بالشربات. الشربات ده عبارة عن ايه؟ ده كوبايتين كبار سكر وكوباية وربع مية، وطبعا عصرة ليمونة نص بس ليمونة، وسبتها لحد ما غلت وبقت بالمنظر ده. لا هي جامده قوي
يعني شوفوا في الوسط، ماهيش تقيل قوي وماهوش خفيف قوي. وانا الوقت هو الشربات ده بارد والكنافه سخنه لسه مطلعاها من الفرن، فانا هسقيها بيها. ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين، لازم ايه حاجه فيهم تبقى ايه بارده كده. انا هسقي زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الشربات والكنافة بتشربه بسرعة عشان هي سخنة. طبعا في ناس بيحبوا الشربات كتير وفي ناس بيحبوه يعني معقول، فعلى حسب ما انت واسرتك وولادك بيحبوه فتعمليه. شايفين ما شاء الله عليها جميلة ازاي. وبعد ما تبرد خالص بنجيب السكينة وبنقطعها خرط وبنقدمها في اطباق. ايه رأيكم؟ وبالهنا والعافية لينا وليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لي لايك. ومع السلامة يا احلى اخوات.